وفاء، انت عملتي فيلم عبده موته مع محمد رمضان، والفيلم اتهاجم جدا والناس قالت انه بينشر البلطجه في الشارع المصري. فانت شفتي الهجوم ده ازاي على محمد رمضان وعلى الفيلم؟ شفتيه ازاي من وجهه نظرك؟ انا شفته يعني الفيلم نجح جدا جدا جدا. أيه. فعلى قد نجاحه على قد ما تهاجم، يعني انا شفت النجاح ده على قد الهجوم اللي تهاجمه، لان هو فعلا نجح. أيه. جدا جدا في الوقت ده، وكان محقق ايرادات عاليه قوي قوي. لان في الوقت ده ما كانش فيه افلام بتحقق الايرادات دي. فهو نجح جماهيريا ونجح فنيا ونجح. أيه. يعني في على مستوى على كل المستويات يعني. بس فانا شايفه على قد ما تهاجم على قد ما نجح. ما نجح. طب انت شايفه دلوقتي ان محمد رمضان بيبدا او بدا يختار صح الاعمال اللي بيعملها؟ هو مش قصه ان هو ابتدى يختار صح. محمد ذكي جدا وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي. أيه. من اول ما ابتدى لحد دلوقتي هو بيعرف ينتقي كل حاجة بيعملها، وبيعرف لأن هو شخصية ذكية جدا وإنسان ذكي قوي قوي. فلا خالص يعني، أنا شايفة أن كل حاجة يعني عملها كانت في وقتها وكانت ناجحة لحد دلوقتي. مش الموضوع مش قصة أن هو بينتقي في الوقت الحالي بينتقي أدواره، لا هو عارف هو بيعمل إيه في أنهي وقت بالضبط، لأن هو شخص ذكي جدا. طب وفاء، خليني أسألك، برغم أن أنت عملتي معاه فيلم وعملتي معاه مسلسل، ليه ما اشتغلتيش معاه بعد كده؟ يعني ما هل ما فيش دور مناسب معاه ولا؟ بالضبط يعني. هو ممكن يبقى الموضوع يعني أنا لو كان ليا حاجة مناسبة أكيد ما يعني لا أنا هتردد ولا هو ولا يعني المخرج هيبقى مناسب. يعني أنت لسه على تواصل معاه لحد دلوقتي؟ طبعا اكيد. يعني أنا لو دايماً لو في دور اكيد هيرشح وفاء لي. يعني هيبقى اكيد في اكيد هيرشحني اكيد يعني، احنا اشتغلنا مع بعض وعملت العملين اللي انا عملتهم معاه. أيه. كانوا عملين ناجحين. أيه. جدا. ف يعني ودايما بتواصل، انا قلت لك دايما. أيه. بنتواصل مع. أيه. بعض لما ببقى اشتغلت مع حد دايما بتواصل معاه في ان انا ببارك له او في المناسبات. أيه.